يعني انا ممكن اعلق لك على حاجه كده، يعني كنت بعلق على حاجات كده، ممكن اعلق يعني. يا سلام طبعا. اقلد بس كده، بس احط لنا حاجه على فكره ممكن اللي انت عايزه. اه طبعا يلا. اقلد يعني ممكن اعمل حاجه لطيفه كده مثلا. مش ممكن اعمل على طول يا استاذ. مثلا هرجع كابتن محمود الخطيب يلعب كوره ويجيب الجون بتاع القضيه. الله الله عليك. بحب كابتن محمود الخطيب جدا طبعا. حتى كده يقول لك اقلد الكشف، ايمن الكشف، كابتن ايمن الكشف. طبعا. ودي حلوه والخطيب وجول جول جول، عملها الكابتن محمود الخطيب وحطها في البعيد على يمينه. يا سلام عليك يا ولكن لا سيما جمهور النادي الاهلي، لاول مره رئيس النادي يحط جول في ماتش مهم. طبعا حتى تقطيع الكلام ونبره الصوت. لا بجد انت ما شاء الله عليك متعهد للمواهب فعلا.